نعم ديما، في الحقيقة في موسكو الاستعدادات كلها جاهزة كما في سوتشي من أجل هذا المؤتمر وإنجاحه والذي تعول عليه كثيرا روسيا، خصوصا أنها تريد أن تستثمر انتصاراتها العسكرية في الحل السياسي. صحيح أن المعارضة المتمثلة بوفد هيئة التفاوض لم تشارك، لكن معارضين آخرين كثر شاركوا ويشاركون في هذا المؤتمر. معنا الآن من موسكو رئيسة منصة أستانا السيدة رندا قسيس، التي ستكون في مشاركة في مؤتمر سوتشي على رأس وفد من نحو 60 شخصا. ست رندا، ماذا يؤمل من هذا المنتدى خصوصا مع غياب يعني طيف مهم من أطياف المعارضة السورية؟ الحقيقة يعني أنا أعتقد أن هذا المؤتمر هو المؤتمر الذي يمكنه أن يطلق عملية الحل السياسي في سوريا، وخصوصا أن أهم ما نريد طرحه والعمل عليه فيما بعد هو تشكيل أول شيء تشكيل هيئة دستورية للمباشرة فيما بعد بكتابة دستور جديد في سوريا. لا ننسى أن الدستور هو أهم شيء يمكن أن نعمل عليه، لأنه هو ركيزة المؤسسات، هو الناظم لجميع المؤسسات، وهو الذي سنضع فيه شكل الدولة السورية. يعني هناك نقاط متعددة مختلف عليها بين المعارضين وبين حتى النظام أو بين ذات المعارضين. الدستور يمكنه أن يحدد شكل الدولة القادم. يعني كيف يمكن أن تحددون يعني بالموضوع الدستوري تحديدا، وطيف من المعارضة خصوصا الذي لا يشارك في هذا المؤتمر يصفكم بأنكم معارضة النظام ولستم المعارضة الحقيقية؟ طبعا يعني نحن نشاهد أن هناك مشاركة كبيرة أيضا من الفصائل العسكرية في أستانا، التي شاركت في أستانا، فهل هم أيضا معارضين النظام؟ هناك أيضا معارضين كانوا على رأس الائتلاف، هل هم أيضا معارضين النظام؟ فإذا نحن رأينا قليلا ما هو وفد المعارضة اليوم. وفد المعارضة تغربلة، يعني بالنهاية منذ رياض 2 لم يعد هناك وفد وازن على الأقل، مع أنهم لم يكونوا وازنين بحياتهم جميعا، بس أنه على الأقل يعني ذهبت حتى تلك الوجوه المتصلبة والمتشددة، ولم يبقى إلا يعني الفراخ للأسف. نعم، شكرا لك ست رندا. في أي حال مشاهدينا سنكون معكم أيضا في تغطية غدا وبعد غد من سوتشي. شكرا لكم.